السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين محمد علي، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات. من ساعات قليلة أصدر الستار على قضية محمد عادل، القضية المعروفة واللي قلبت الرأي العام كله. أصدر القاضي الحكم بالإعدام بعد الرجوع إلى سيادة المفتي. طبعا الموضوع كان محزن جدا 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 لبعض الأشخاص أو للطرف اللي هو محمد عادل ومؤيدين محمد عادل، وكان الناحية التانية والجنب التاني فرح وانبساط. وأعلن أبو نيرة أنه سيأخذ العزاء من اليوم. طبعا الموضوع كان شديد جدا 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 وكان صادم لبعض الناس، لكن الموضوع ما انتهاش لحد كده. زي ما انتوا عارفين ان القانون بتاعنا زي ما فيه حكم في حاجة اسمها نقض. ابتدت تلجأ شقيقة المتهم محمد عادل إلى مكتب فريد الديب، وابتدى الأستاذ فريد الديب يوافق على استلام القضية وهي تبتدي النقض في حاجة زي كده. وزي ما انتوا عارفين الموضوع ده هياخد في خلال الشهرين دولت، ابتدى النقض يعتبر من امبارح، وهيبتدي بقى النقض وهيبقى أكيد في كلام تاني، لأن طبعا ده مش الحكم النهائي. يعني ده معروف إن ده دايما مش الحكم النهائي، أو بمعنى أصح القانون بتاعنا بيقول إن في نقض، بعد النقض ده هيبتدي بقى الحكم النهائي إنه يتنفذ. طبعا الموضوع ده كان محزن جدا جدا وفي كلام كتير أوي أوي وفي حوارات كتير هتبتدي الفترة اللي جاية، نسأل الله العفو والعافية. طيب من ضمن الحاجات اللي ظهرت الأيام أو الساعات اللي فاتت ظهور رجل أعمال يقال إن هو سوري أو لبناني، وابتدى يعلن عن دفع دية لوالد نيرة أشرف ب10 مليون جنيه. هو الراجل عايش في تركيا، طب يا ترى هل يقبل والد نيرة أشرف بال10 مليون جنيه؟ وبعديها برضو أعلن سري خليجي إنه سيتم دفع 5 مليون جنيه، يعني المجموع 15 مليون جنيه. طب يا ترى الدية دي هيقبلها والد نيرة؟ طب يا ترى هيرفضها؟ كلام كتير قوي بيجي. ناس كتيرة ممكن تقول ان ممكن يقبلها. ليه يقبلها؟ لانه خلاص يعني البقاء لله، توفت نيرة، ولكن سيتم مثلا الفلوس اللي انت هتاخدها ممكن تعمل اي حاجة خيرية لنيرة وتبقى صدقة جارية عليها. كتير مننا هيقول كده. طب يا ترى الاب هيقبل بحاجة زي كده؟ ده طبعا اللي منتظرينه في الفترة اللي جاية. وطبعا بعد قبول الاستاذ فريد الديب، ومين مننا ما يعرفوش، كان المحامي السابق للرئيس محمد حسني مبارك، فاكيد ما تعرفش القضيه ممكن هيبقى فيها حيثيات بقى وفيها حاجات كتيره هتظهر، فمش عارفين الدنيا هترسي على ايه. يعني نسال الله العفو والعافيه لكل الناس. ده موضوع طبعا مش هين لانه هز الراي العام، ويا ترى الدنيا هترسي عليه. طبعا منتظر تعليقاتكم في الموضوع ده. وطبعا انا مش عايز اطيل عليكم كتير، الا ان الفيديو ده يعني ايه حاجه بسيطه كده بعد اصدار الحكم، وجيت في نهايته اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.